للمتابعة ينضم إلينا من بغداد الدكتور محمد حسام، مدير لجنة العلاقات الوطنية والسياسية بتيار الحكمة. دكتور، يبدو أن جهود العبادي في إخماد المظاهرات والاحتجاجات في البصرة والقرارات التي اتخذها لم تكن كافية، وانتقلت شرارة هذه الاحتجاجات إلى محافظات أخرى منها بغداد. كيف ترى السيناريو القادم برأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأعزاء جميعا. حقيقة اليوم حق التظاهر هو حق مشروع كفله الدستور العراقي ويكفله العرف الديمقراطي، ونحن في بلد يعيش في نظام ديمقراطي. لكن للأسف في كل مرة نستبشر خيرا حينما يخرج أهلنا وأبنائنا للتظاهر والمطالبة بحقوق الشعب العراقي، نستبشر خيرا ونبني آمال كبيرة على هذا الحراك، ولكن في كل مرة تأتي بعض القوى السياسية وتركب موجة التظاهر. هذا من جانب. من جانب آخر يدخل المندسين ويندسون في أوساط المتظاهرين. اليوم المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وكلها حقوق مشروعة كفلها الدستور ويجب أن تتوفر لهم في الظروف الطبيعية، لكن رغم ذلك يأتي بعض المندسين يدخلون في أوساط المتظاهرين، يتسببون بإلحاق الأذى بالمال العام، بالممتلكات الخاصة. هنا هؤلاء يضرون المتظاهرين أكثر من المضار التي يتعرض لها المتظاهرين اليوم من الأجواء التي هي خارج. كيف ترى جهود حكومة العبادي لاحتواء هذه المظاهرات والاحتجاجات؟ يعني اليوم قتل متظاهر أمام منظمة بدر المسلحة، الأمور في اتجاهها لاتخاذ منحى آخر، كيف تقيم جهود الحكومة؟ يعني حقيقة احنا اولا ندين كل السلوكيات العنيفة اتجاه المطالبين المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، هذه اولا. ثانيا ندعو الحكومة الى ان يكون هنالك حلول استراتيجية، وان لا تكون الحلول حلول تكتيكية، حلول آنية، حلول ترقيعية. يعني احنا للاسف كل مرة من تصير بالعراق أزمات معينة، من جملتها أزمة الأمطار، من جملتها أزمة ارتفاع درجات الحرارة، يشهد الوضع العراقي نقص في الخدمات وعدم إمكانية معالجة تلك الأزمات، مما ينعكس على الشارع العراقي ويخرج الشارع إلى التظاهر. ولكن الحلول في كل مرة تكون حلول ترقيعية تكتيكية آنية، لا نشهد حلولا استراتيجية. نحن اليوم في تيار الحكمة نعتقد أن الحل الاستراتيجي الذي يخرج العراق من الإشكاليات التي يعاني منها الشعب العراقي هو حل سياسي، حل بنيوي في بنية النظام السياسي. اليوم إلى أي حد ترى إلى حكومة خدمة وطنية؟ أن الأحزاب والكتل السياسية العراقية قادرة على أن تؤثر على الشارع العراقي وعلى هؤلاء المتظاهرين الذين يطالبون بمطالب شرعية؟ يعني طبعا أنا ما كملت الموضوع اللي بدأت به قبل قليل. تفضل. فيما يخص الحل الاستراتيجي، نحن نعتقد أن الحل الاستراتيجي هو الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تنطلق من كتلة الأغلبية الوطنية، وفي قبالها يكون عندنا معارضة وطنية.